اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من حلقتنا الجديده من حاله الطقس. اليوم ستعرف بلادنا زخات مطريه مصحوبه برعد وبرق، وايضا بعضا من الرياح القويه تصل سرعتها الى 195 مليمترا عفوا كيلومترا في الساعه بالواجهه البحريه للبحر الابيض المتوسط عفوا البحر الاطلنطي. اعطيكم اليوم درجات الحرارة التي ستعرفها البلاد في أقصى شمال البلاد، أي أعني بمدينة طنجة، ستعرف درجة الحرارة أكثر من 40 أو 50 درجة تحت الصفر، يعني بريدة سيتجمد الإنسان فوق الشمال. وهنا في وسط شمالي المملكة، يعني بمدينة النضور أو مدينة شفشاون، ستعرف درجة الحرارة أكثر من 26 درجة 26 درجة تحت الصفر. أيضا هنا برود الطقس جد، يجب على الإنسان أن يلبس تبردة وغيره من الأدوات التي ستحميه من هذا البرد الحارس. وهنا بالواجهة الغربية للمملكة، يعني بمدينة وجدة على القرابة الحدودية مع جوج بغال، نعم جوج بغال هنا بوجدة، تتعرف درجة الحرارة أكثر من 65 درجة، يعني هنا درجة، يعني هنا هناك أيضا تناقض جد كبير بين شمال وغرب المملكة. في وسط البلاد أو بين إفران وباقي المناطق المغربية، تتعرف درجة الحرارة بمدينة الدار البيضاء أكثر من 45 درجة، يعني سخونة وبرودة، يعني لا أعرف كيف قهوة حليب ولا شاد شي. مهم وسط البلاد هنا أيضا تتعرف درجة الحرارة بمدينة إنسكان أيضا أكادير، تتعرف درجة الحرارة أكثر من 95 كيلومترا في الساعة، وإن كان هذا غير مفهوم فذلك يدل على أن الضبع والهباء يدور في المملكة. هنا أيضا بالمقاليم الجنوبية أو عفوا بالجنوب الشرقي للبلاد، يعني مدينة الفود والدار البيضاء والرشادية، عاصمة الغبار مدينة الرصاني، التي ستعرف درجة الحرارة تسير إلى 100 درجة، يعني الإنسان هنا يجب أن يحيد ملابسه وسيجري حافي القدمين في الشوارع. هذا يدل على أن الإنسان في هذه المناطق بات مكلخا كحميرهم وجمالهم الذي يضرهم. المهم سنصل إلى شمال أقاليمنا الجنوبية، يعني مدينة بئر عنزران وغيره من المناطق، درجة حرارة مرتفعة جدا بشكل خيالي، كل مرة تشاهد هذه المملكة مثل هذه درجة الحرارة. نحن في عز الصيف وفي شمال البلاد درجة الحرارة ما تحت الصفر، وفي أقصى جنوب المملكة درجة الحرارة تصل إلى 300 درجة، يعني أن الإنسان هنا لا يوجد، على دليل أن ولدينا استقصاءات ببعضهم مع نشرات إخبارية التي ستبعناها بعد هذه النشرة. إذن 100 درجة بمدينة الدخلة و300 درجة بمدينة القويرة، وأيضا 75 ألف درجة على ما أقول أظن بمدينة العيون، وهنا أيضا بمدينة سمارة ستعرف درجة الحرارة ارتفاعا 700 متر عفوا 700 درجة. وهنا بالمد والجزر، سيتم المد الجزر على الساعة 5 صباحا، والجزر سيكون على الساعة 7:30 صباحا. مشاهدينا الكرام، نعطيكم مليمترات البلاد التي ستدخل بها عدد عفوا كمية الأمطار التي تسقطت على هذا البلاد هذا اليوم. كمية التساقطات التي عرفتها البلاد هذا اليوم ارتفعت إلى أكثر من 50,000 مليمترا في شمال البلاد، حيث عرفت مدينة طنجة هطول أمطار غزيرة جدا، حيث تسببت ببعض الفيضانات كما سنشاهد في النشرة الإخبارية إن شاء الله التي ستلي بعد هذه النشرة الجوية. وهنا أيضا بشمال أو وسط البلاد، عرف البلاد بمدينة الرشيدية تسقطت أمطارية غزيرة وصلت إلى 15 مليمترا في مدينة الرشيدية إنتغر. وفي مدينة الرصاني درجة الحرارة صراحة وصلت إلى ناقص 0.65 مليمتر، يعني جفاف حار جدا. وفي أقاليمنا الجنوبية للمملكة، عرفت البلاد درجة حرارة أو كمية أمطار غزيرة عرفتها المنطقة، حيث تهطلت عليها 600,522.36.46 ملمترا. وأيضا وسط البلاد، سنعود إلى وسط البلاد والتي عرفت تهطل أمطار غزيرة بمدينة أكادير، حيث عرفت 600,523.94.93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 .
مشاهدينا الكرام سأودعكم، كنتم في أمان الله، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حارة رقص في البلاد.